هناك استثمارات ضخمة جدا موجودة في سوق الكويت للأوراق المالية تفوق حوالي 26 مليار دينار. إذا احنا ما شفنا القيمة الإجمالية لسوق الكويت للأوراق المالية، أيضا نعلم الأخ الرئيس أن في فترة من الفترات كان هناك لغاية 2003 كانت هناك حوالي 96 شركة تم تسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، إن كان السوق الرئيسي أو الموازي، إن كانت كويتية أو غير كويتية. وكانت في هناك تحركات بعد 2003 بتسجيل عدة شركات، وحذرت أنا ذاك بأن هذا الأمر يجب أن يتوقف. ما نبي نكون في أزمة مناخ أخرى، وأنا يومها كنت وزير تجارة إلى سنة 2003، وأتى من بعدي من أتى. في خلال سنة واحدة الأخ الرئيس من 96 شركة كانت مقيدة وصلت لل 250 شركة تم تقييدها في سوق الكويت للأوراق المالية. طبيعي الأخ الرئيس، أنا كمتداول أنا أثق في أداء السوق وأثق في مجلس وإدارة السوق، أعرف أن في هناك اشتراطات، أعرف في هناك ضوابط يجب أن تكون متبعة في سوق الكويت للأوراق المالية، وبالتالي أتقدم كمتداول وفق الاشتراطات وفق هذه الثقة اللي أنتم المفروض تكونوا مسؤولين عنها، وأسجل وأخذ لي أسهم. مؤسف الأخ رئيس، من ذيك الفترة وبدأ السوق بالانحدار، لا من وزير تجارة ولا من رئيس سوق ولا من مدير سوق، إلى أن وصل أن الانسحابات اللي تمت مع الأسف على عيني كتاجر. أنا ما أتكلم عن كبار التجار، أنا قاعد أتكلم عن صغار المستثمرين والمتداولين. وين يروحون الأخ الرئيس؟ هل يباع بيته؟ هل يباع حلاله ولا تقاعده؟ وين يروح؟ يروح يجابل وزير تجارة ولا يجابل رئيس صندوق ولا رئيس الهيئة اللي يأخذ 15-16 ألف دينار بالشهر؟ وين يروح؟ هذا يحس باللي قاعد يحسه المواطن، هذا ضعيف. حكى ولين قالوا بس وزير تجارة قاعد يرد، هاكو حد قاعد يرد. عمك أصمخ الأخ رئيس، رئيس هيئة لا يعرف وين يروح، كان وزير تربية مع احترام شديد له وراح صار رئيس هيئة. شو هي عيالنا بنحطهم على كيفنا؟ مع احترام شديد لك، وأنا كلمته قلت له ليه متى هذا العبث في السوق؟ في عبث الأخ رئيس. لما يطالب الأخ عمر بأن تكون في هناك فعلا رقابة، يا وزير تجارة تحرك، هذا إخوانك، هذا إخوانك يعني زدتوا مبالغ ضخمة، أي ينسحب دون أي رقيب ولا حسيب ولا أي يقول حدك ما تنسحب. وين أروح أبيع سوق الجيت؟ وين أروح أبيع؟ من يشتري أسهمي أنا اللي أخذتها؟ من يشتري الآلاف اللي حطيتها؟ إذا كانت لقمة عيش ومتقاعد أنا أخذت لي 60-50 ألف، من يبيعني ومن يشتري لي؟ بيتي رحت رهنته، من اللي روح يسوي لي؟ مو أنتم الحكومة مسؤولة عنهم؟ تيجي اللي أنت وتخنبق على كيفك، تأخذ براس الشهر 20 ألف 13 ألف يا هيئة الأسواق، ولا تدرون عن الناس؟ عيب يا جماعة. بس لمتى وقفنا مرة ومرتين وثلاث قلنا لكم احترموا حالكم؟ يا عمي ما يصير، ما نبي نزعل ولا نبي نتهاوش ولا نبي نتخانق، بس الحق حق،